كده قدام التلفزيون لحد الصبح، لحد ما شفت وقع قدامي. بس انا كنت حاسه انه هو هيروح في كداسة. نفسي ان انا اعمل حاجات اكتر من كده، بس يعني الحمد لله زمايلي كملوا. مهما نضحي بالشرطة وغير الشرطة، واحنا كلنا فداء لمصر. حق الناس اللي ماتت هيرجع ولو بعد حين. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. ما زالت هذه التغطية الحية والمتواصلة مستمرة عن أحداث وتطورات العملية الأمنية في كرداسة، ويسعدني أن أرحب في هذه الفقرة بالأستاذ سالم إبراهيم سالم، رئيس لجنة حقوق الإنسان بإحدى الجمعيات الأهلية في كرداسة. أهلا وسهلا بك. أولا أنا أشرت قبل الفاصل أنه حضرتك أحد أهلي كرداسة، ده طبعا غير دقيق، حضرتك مش من أهلي كرداسة ولكن ترأس لجنة حقوق الإنسان في إحدى الجمعيات الناشطة هناك. وده بيخليني أسأل حضرتك، كيف راقبتم الأوضاع من خلال لجنة حقوق الإنسان في هذه الجمعية في كرداسة قبل تنفيذ العملية بداية؟ تمام يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية مجزرة مركز كرداسة شدد انتباه العالم أجمع، للأسف الشديد خاصة عملية التشنيع بالجثث، ولا جهة حقوقية توجهت حتى تعمل لتصل بحقوق هؤلاء الأشخاص. حتى الأشخاص اللي ارتكبوا هذا الجرم للأسف الشديد لا علاقة لهم بالسادة الضباط والجنود اللي هم توفوا أو عملوا معاهم الحادث المريب ده. تطوعنا بشكل اجتهادي لأن كان الوضع مريب وكانت فيه إشاعات خطيرة جدا، ممنوع الاقتراب، ممنوع الدخول، ممنوع الخروج، ولكن كنا نحن ندخل ونخرج في كل وقت حتى توصلنا للحقيقة كاملة. وهناك وجدنا أشياء للأسف الشديد يعني ليست هي من شيم المصري أبدا. أنا كنت أعرف العقيد عامر عبد المقصود رحمه الله، كان يعني روحه روح مرحة مع الكل، مع الصاحب اللي داخل يقضي مصلحة أو زميله أو كذا. وأذكر لي مواقف عديدة تدخل فيها معنا حتى نحل بعض مشاكل المواطنين. ويمكن هو كمان من أحد الناس اللي ظهروا على الفيديو، هو قاعد في وسط أهل كرداسة وبيتكلم معاهم كأنه واحد منهم ليس بضابط. فحينما حدث هذا الحادث شد انتباهنا جميعا. كل ما نتكلم مع أي حد من حد حقوقي أو من منظمة عفو أو كذا، تعالوا عشان خاطر نشتغل في كذا، يقول لك لا ما نقدرش، ما ينفعش. لأن هم خيلوا للعالم كله إن في اللي هيخش اللي هيعمل هيحصل وهيحصل وهيحصل وهيحصل. تقصد ايه دي بقى الدعاية اللي قامت بها بعض العناصر المتشددة اللي كانت موجودة في قرية كرداسة، واحنا اشرنا ليها الحقيقة برضو من خلال كان في زميل لينا احد الصحفيين كان موجود ونبه انه بيتم شحن سكان كرداسة معنويا وتصوير العملية الامنية المنتظرة على انها ستكون مجزرة. احنا شفنا النهاردة مجزرة ما شاء الله. انا احيي الجيش المصري واحيي قوات الامن. مش هقول في مش ها مش ها مش هقول في شخص السيسي فقط، الفريق السيسي فقط لا غير، ولا في شخص اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه فقط لا غير، ولكن لاصغر جندي سواء في القوات المسلحه او في قوات الامن. لان عمليه الاقتحام رغم الحادث الاليم اللي حدث لسياده اللواء فراج رحمه الله وهو في جنات الخلد كما قال المولى عز وجل في كتابه العزيز، شفت انت قد ايه راجل قد حياه قضى حياته في الخدمه وخدمه الناس وخدمه كذا وخدمه كذا. ما حدش فكر، اللي ضرب الرصاصه ده ما فكرش ان في ليه اولاد، في ليه احفاد، في ليه كذا، في ليه كذا، في ليه كذا. هم بيتكلموا عن حقوق الانسان ونحن نرى كافه المطلوبين او المقبوض عليهم امامهم المياه المعدنيه والغازيه والسندوتشات، وقاعدين هنا بيطالبوا بحقوق الانسان. أما حقوق الإنسان حينما يطلق رصاصة فهما للأسف الشديد عملية الدعاية اللي هم عملوها لنهي الكرداسة، أنا أجزم لسيادتك
وللسادة المشاهدين أن أهالي نهية وكرداسة والمعتمدية وبركة الخيم وقنبرة والمجادلة وأبو رواش أفضل ناس إزاي يفكروا في شغلهم وليس في الإجرام. هؤلاء الناس الكائنين في هذه المناطق أو البعض منهم لا يمثلوا بنسبة 3%، والبعض منهم كلهم يا أستاذ سالم من سكان كرداسة الأصليين ولا نازحين نزحوا إلى المنطقة؟ البعض منهم نازح، لأن أنا بعمل دراسات دلوقتي حول هذا الموضوع أو حول هذا الملف. ما فيش غير محمد نصر غزلان ده، طبعا أنا برفع لقب دكتور عنه لأني أنا ما شفتلوش دكتور. هو أخذ طبعا دكتوراه في القانون أو دكتور في الشريعة. أنا أقول دكتور، أنا أقول أيوة، لما أنا أجيز بدكتور بلقب دكتور من الجامعة، لازم أعمل بيه، لازم عقلي يتفتح، مش إن أنا أول ما يخش القوات الأمن يسقط لواء، أول ما يخش قوات الأمن يرموا عليهم عبوة ناسفهم مفكرين هم هيقاسوا وهيرجعوا. أنا من الأول قايل الكلام ده، أن قوات الأمن والجيش إذا دخلوا نهية وكرداسة بعد فض اعتصامي النهضة وربعة سينجحوا أكيد. ونحن فعلا عملنا بشكل دقيق وجيد وسري للغاية، وسري للغاية، وتعاملنا مع جهات عليا بالبلد وقدمنا لهم كافة التفاصيل بشكل ودي، لأني أنا مش هينفع أن أنا أتقدم بشكوى رسمية لأي جهة كانت، وأنا ما ينفعش كراجل حقوقي مخلوق على هذا البلد على هذه الأرض وأعيش على هذه الأرض أن أنشر غسيلي خارج مصر. فلن أخاطب أي أحد خارج مصر إلا من خلال إن بتعتقد نعم. أنه في ارتباطات دولية لهذه المجموعات؟ بص سيد الفاضل، هو هي يعني العملية مفهومة زي الشمس، يعني عندنا في لبنان حزب الله، نعم هو حزب، ولكن لن يسمح لأحد غريب أن يدخل أرضي ويخرب في وطني. ولكن السيد الرئيس المعزول للأسف الشديد، وأنا يحزنني أن أقول السيد، لما يعطي جنسيات لناس فلسطينيين 157 ألف جنسية ويسخر الجوازات والهجرة عشان يدخل فلسطينيين عندي، لما يعمل أنفاق، وانا سمعت حضرتك قبل الفاصل بتقول احنا عايزين نشوف، يعني بتكلم سيادة اللواء بتقول احنا عايزين نشوف مخرج لهؤلاء، المخرج لابد. انا ما قلتش ده على فكره، انا نقلت تصريح من وزير الخارجيه بيتحدث عن ضروره ايجاد بدائل لهذه الامور، بدائل وفقا للقانون. البدائل تكون شرعيه وقانونيه. انا ما قلتش حاجه. بص يا دكتور، البدائل تكون شرعيه وقانونيه حتى لا نهدم حقوق الاخرين. طيب خلينا نعود مره اخرى لموضوعنا الاصلي وهو كرداسة. كيف راقبتم العملية النهاردة من الزاوية الحقوقية، العملية الأمنية لاستعادة الأمن في كرداسة؟ والله نحن كنا متوجسين جدا من بعض الكاميرات، يعني كان أنا وفي حد تاني معايا، كنا عارفين أن العملية هتتم بنجاح شديد، يعني ويمكن في حضرتك الناس تعمل لنا مداخلات ويتكلموا. في الساعة الخامسة 45 دقيقة فعلا دخلت قوات الأمن، لما حصل واستشهد سيادة اللواء، هم كانوا فاكرين بمجرد ما هيضربوا الراس الكبيرة زي ما احنا بنقول يعني بالمثل المصري بتاعنا يبقوا هم هيفروا، ولكن لن يفلحوا، لان الناس اللي داخلة دي داخلة تأمن الناس. وحينما نادوا على اهالي كرداسة ونهية على السادة المواطنين الالتزام بمنازلهم، فعلا التزموا، دي حقيقة. اللي بقى فاضل مين؟ هو الهارب اللي عايز يخرج، وعايز يخرج على الجبل، وعايز يخرج على نفق. لما دخلوا النهارده في نايه في بيت الزمر ودخلوا على الدوار اللي هو بيقولوا عليه الاسطوره ولقوا الحريم بس ما لقوش الساده المطلوبين. انا لو مطلوب لاي جهه كانت انا اتقدم لها بشكل سليم وصريح، اقول لهم انا اهو، انا حاولت اتفاوض مع بعض الناس اللي هم كانوا مرتكبين في مجزره كرداسة، تعالى وسلم. هو ادعى ان هو في حد وقفه بالسلاح وقال له لازم تشيل الجثه وهكذا، قلت له تعالى وسلم نفسك، وانت لما تسلم نفسك هيختلف الوضع شكل الموضوع، تقول اللي عندك. فحقيقة الأمر يعني عملية التهويل اللي كانوا عاملينها للناس الحمد لله أثبتت القوات المسلحة وقوات الشرطة إنها أدت مهمتها بنجاح. أستاذ سالم، كان لكم دور في أعقاب عملية مجزرة كرداسة، قسم مركز شرطة كرداسة، كان لكم دور الحقيقة في تقديم البلاغات، عملتوا إيه بالظبط يا ترى؟
والله احنا كان في اسماء من الناس احنا فعلا في شهود عيان بقوم عيانهم، بس الناس كانت خايفه في الاول في البدايه، خايفه جدا جدا يعني. لما تيجي تتكلم مع حد انت بتثق فيه تبص لي يقول لك لا انا معلش انا متاسف ما اقدرش اقول اسمي، ما اقدرش اروح، ما اقدرش اجي معاك، ما اقدرش كذا، ما اقدرش كذا. ولكن احنا كنا بنسال الناس اللي هم شهود عيان اللي احنا بنشوفهم في الفيديو. انا بشوف مين الدكتور، شايفه في الفيديو. طب يا دكتور انت كنت واقف مين ده؟ طب ده ابن مين ده؟ بحكم طبعا معرفتكم بالمناطق طبعاً المختلفه، لاني انا عندي والأهالي. انا عندي بتاع حوالي ناشطين في كرداسه بقالكم قد ايه ترى؟ احنا تقريبا من شهر 1 2012. عظيم. فليكم فتره لا باس بها تعرفتم على معظم الحمد الاسره الحمد لله. ولكن كمان انا معايا قسط هائل جدا من ناهيه وكرداسه وبعض البلدان المجاوره، لاني نحن نعمل بشرف. طيب فاذا من خلال الفيديوهات حاولتم التعرف على هويات الاشخاص الموجودين، وكنتوا بتروحوا ليهم وبتطلبوا منهم ان هم يسلموا نفسهم للشرطه او يدلوا بشهادتهم في هذه الوقائع. نجحتم في ده بالفعل؟ الحمد لله نجحنا ده بالفعل. وفي احد الجرايد اللي ده الذكر اسمها نشرت المحضر بتاعنا بشكل رسمي وسليم. عملتوا محاضر بقى؟ طبعا محضر رسمي عندنا احنا، محضر رسمي. انا كرئيس مجلس اداره ورئيس لجنه حقوق الانسان. محضر رسمي. طبعا يا فندم طبعا واحد. محضر رسمي. وفعلا الحمد لله نجحنا ان احنا قدمنا حاجه. بعض الناس كانت خايفه انها تجيب الصور او الفيديوهات او كذا، بس الحمد لله احنا عندنا برضو صور وفيديوهات، واذا احتاجتها اي جهه امنيه احنا تحت امرها نقدمها، لان دي بلدنا لازم نقدمها. انتم تتقدموا بهذه الشهادات لوزاره الداخليه والجهات الامنيه؟ طبعا احنا بص يعني اقول لحضرتك الحاجه يا دكتور، الكلام الشهاده المنقوله رغم ان انا شايفه في الفيديو انا ما ينفعش اروح اشهد عليها امام الله، ما حدش يخش مع القبر. ولكن انا لو شفت حاجه بقوم عين في مشكله. لكن احنا وصلنا بعض الفيديوهات كمان منذ ايام قليله، ان شاء الله برضه هنوثقها ونعمل بيها محضر رسمي، لان احنا مش فاعلين نشاطنا بشكل رسمي. يبقى اذا المحاضر يا استاذ سامي انتوا عملتوها محاضر داخل الجمعيه وليست محاضر امام الشرطه؟ لا لا مش امام الشرطه، مش بلاغات للنائب العام. لا طبعا، بس كنا بنتقدم بيها للجهات التحقيق. تمام. تقدمنا بيها للجهات التحقيق ليستعان بها في التحقيق. طبعا طبعا يا فندم. للاسف هم كانوا مهولين قصه ان لو دخلوا لو عملوا لو كذا ومش عارف ايه ومش هيموتوا وهيعملوا، وكانوا بيعملوا حاجات غريبه جدا يعني. يعني انا شفت بام عيني شخص اخواني بيتهجم على اخوه مصري زيه عشان هو من حمل التمرد. قوم ما تقعدش معانا في شخص ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين. قوم ما تقعدش معانا في الكافيه. على شخص ينتمي لحمل التمرد. ما تقعدش معانا في الكافيه ده. اعرف الاثنين. اعرف الاثنين طبعا. قوم ما تقعدش على الكافيه. يعني طبعا اعرف انت ما ده وانت ما ده. تمام. بام عيني. قوم ما تقعدش معانا عشان خاطر احنا انت اللي انت عملته ده وكذا وكلام من ده. ايها الساده، أنتم لا تعلمون أن السيد الرئيس المعزول أدخلنا في نفق مظلم لا يعلمه إلا الله؟ أيها السادة، أنتم لا تعلموا أن علبة الحليب وإزازة الدواء وحبة القمح اللي بيوفرها الأمن القومي المصري هي مجهود لا يمكن لا رئيس مرسي ولا 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 أي حد من أنصاره يعلم عنها شيء. نعم، نحن كنا في حكم استبداد مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، ولكن لن يعطي جنسية واحدة لفلسطين. فيعني شايف الفرق؟ انا بتعاون والاخ لك لا اصلا ما اتخبرتش. طب كلمني يا استاذ سالم، برضو عايزين نستفيد من خبرتك في كرداسة عن رد فعل الاهالي اليوم. اتكلمنا عنه كتير الحقيقة. كيف استقبلت الاهالي القوات المكلفة بتنفيذ هذه العملية، لكن كلمني اكتر عن ردود الافعال. والله في حقيقة الامر انت لما يكون داخل مكان ومرغوب في دخول حضرتك المكان ده عمره ما بيحصل اي مقاومة ضدك. هو كان اللي حصل النهاردة اعمال فردية ليس جماعية، دي بوجهة نظري. انا أعمال فردية ليس جماعية. دخلت قوات الجيش والشرطة بالنص كده زي ما حدث في ربع العدوية، أيها يا سكان بلدة أو مدينة كرداسة التزموا منازلكم حتى يتمكن لنا أو يتسنى لنا القبض على المطلوبين. فمالناش علاقة بالشرفاء أهو، التزموا. ما سمعناش إن واحد خرج من بيته قال أنا رايح الشغل. ادي اول ملاحظه عن رد فعل الاهالي. تمام. لحظه تنفيذ العمليه. خليني اخد بقى بقيه الملاحظات ربما من الاستاذ محمد حسن مكاوي، احد افراد عائله مكاوي من اشهر عائلات كرداسه. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد. اهلا وسهلا.
أولا قول لنا كيف يبدو الوضع الآن في كرداسة؟ والله يا فندم هو الوضع آمن في جوه البلد وكل حاجة تمام والحمد لله، وإحنا بنلعب عن أهالي كرداسة كلهم الشرفاء، بنعز الداخلية وبنعز أهالي كرداسة اللي هو اللي استشهد النهاردة ونحسبه عند الله من الشهداء. بس أنا يا فندم كان عندي استفسار بسيط، إن النهاردة يعني اللي أنا فوجئت دلوقتي إن نص قوات الأمن كانت موجودة في البلد بدأت تنسحب. لا هو انا هقول لك حاجه يا استاذ محمد، احنا كان ضيفنا في الفقره السابقه اللواء محمد خضر وتحدث عن هذه النقطه على وجه التحديد، هي اسمها اعاده تمركز او اعاده انتشار. قد تكون هو يرجح بيقول ان ده الاحتمال الارجح، انه مدرعات الشرطه انتقلت من هذه الاماكن لحدود كرداسه لحمايتها، اذا حوصرت كرداسه بشكل محكم فلن تسمح بالتاكيد لدخول اي عناصر اخرى، فلا يعني يثير هذا الامر مخاوف اي احد انه مدرعات الشرطه مش موجوده في وسط كرداسه. خليني اوضح لدكتور يعني. يا دكتور خليني اوضح له معلش، احنا كنا عايزين نطمن بس عشان احنا لان في لسه لحد دلوقتي انا بنقل لك ما قيل، يعني ده الاحتمال الارجح فاطمئن. هو القلق كله الاهالي هنا الان من في لسه عناصر هنعرف اللي هي اتعاملت مع الشرطه صحف بضرب النار على الشرطه، الناس دي هربانه فالاهالي خايفه عشان يدخلوا جوه البلد يعملوا اي حاجه جوه البلد او يعتدوا على المجموعه الموجوده قدام المركز، فالاهالي خايف على الاهالي على الشرطه كمان، احنا يعني خايفين على الشرطه يعني لان الشرطه دي اهلنا برضه. انا ليا اولاد عمي ضباط شرطه وليا اولاد عمي في الجيش وليا كده، فبرضه لازم نخاف على اهلنا، فاحنا خايفين عليهم زي ما خايفين على نفسنا برضه. نعم دكتور يعني بتمنى ان هم يعني ما يسيبوش البلد بعد ما يأمنوا البلد تمام يعني. نعم بالتأكيد طبعا هو ده وعد قوات الأمن ان هي لن تغادر كرداسة، كما قيل ايضا في دلجة انه لن تغادر قوات الأمن المنطقتين الا حين يستتب الامر فيهما تماما، ده ما قيل مش احنا اللي بنقوله هم اللي بيقولوه. طيب قولي يا استاذ محمد كيف يشعر الاهالي الان بغض النظر عن هذه النقطة، لكن هل في شعور بالارتياح انه تم تنفيذ العملية المنتظرة منذ فترة؟ انا عايز اقول لحضرتك ان النهارده طبعا انت عارف حضرتك القرى هنا بتبقى يوم الخميس افراح كتيره، الافراح شغاله تمام والناس ماشيه في الشارع والناس مبسوطه جدا. عادت الحياه لطبيعتها. طبيعه جدا والحمد لله بدانا ان شاء الله نفتح الصبح، ان شاء الله نفتح اخر شغلنا، احنا عندنا محلات كده كهربائيه وكده هنفتح الصبح ان شاء الله وهنشتغل تمام باذن الله ومفيش اي حاجه، ناس في امان 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 يعني احسن ما كنا في الاول، يعني كنا في الاول كنا في قلق جامد بس كنا ده فرق كبير بين الامس واليوم. فرق كبير جدا يا فندم، احنا كنا قلقانين ان الشرطه لما تدخل هتتعامل مع اي حد، انما الحمد لله ان الشرطه كانت داخله بنظام وبصراحه احنا وقفنا استقبلناهم الصبح بصراحه، وكان في ضباط محترمين جدا وكلمونا باحترام بصراحه، واحنا بنشكر وزير الداخليه على الموقف دوت ان هم عاملوا الناس باحترام، ويعني مش قادر اقول لكم ايه يعني، بشكركم جدا 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 على اللي انتم عملتوه يعني. انا بشكرك جدا. عايز اوصل رساله من اهالي كرداسه على قناه تي بي سي القناه المحترمه، بقول للاستاذ البراشي ارجوك ارحم كرداسه، ارجوك ارحم كرداسه لان انت انا هنصحك يا استاذ محمد تكلم الاستاذ وائل ابراشي يعني ما فيش داعي انه توجه نقد القناه على قناه اخرى، فانا بشكرك جدا جدا الاستاذ محمد حسن مكاوي احد افراد عائله مكاوي من سكان كرداسه على هذه المداخله. كلمه اخيره في دقيقه واحده بعد اذنك استاذ سالم. والله انا يعني لحد اللحظه دي بقول للاهالي كرداسه وناهيه وكل القرى اللي حولها اطمئنوا، لا توجد هناك اي تعليبات بسحب القوات زي ما هو تفضل وقال الاستاذ محمد، وان شاء الله نجحت القوات في نشر الامن في الشارع خاصه في كرداسه وناهيه. خلاص بقى دلجه كرداسه ناهيه الحمد لله، مصر كده بقت امينه تماما، واكيد قواتنا ورجال الامن بتوعنا هيحافظوا، ونحن كمان جميعا هنساعدهم على ذلك ان احنا نحافظ على امن بلدنا. بشكرك وشكرا دكتور جزيلا. شكرا جزيلا استاذ سالم ابراهيم سالم رئيس لجنه حقوق الانسان في احدى الجمعيات الاهليه الناشطه في كرداسه على وجودك معنا النهارده. وبهذا تنتهي صحبتي معكم في هذه التغطيه الحيه والمتواصله دائما لتطورات الموقف في مصر وبخاصه العمليه الامنيه في كرداسه اليوم. شكرا جزيلا والى اللقاء. كل التوفيق باذن الله تعالى ان شاء الله كده نقرا الفاتحه ربنا يكرمنا ونرجع ونشوفه باذن الله. يلا يلا.
سد الحوض. الحمد لله.